بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا للنادي، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق السادس لهذا الموسم. هذا وأقيم السباق على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جبك، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرف بلصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب سمو وممثلو الشركة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وتسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس جبك للشوط التاسع بعد فوز الجواد كلاود دريفت لاسطبلي جانرز بالمركز الأول، وذلك من السيد خالد يوسف بن علي مدير عمليات المصانع بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، الذي قدم كأس جبك للشوط الرابع إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، وكأس جبك للشوط الثامن إلى المالك الفائز هادي إبراهيم العفو. هذا وقد اشتمل السباق على 9 أشواط.